فنان جواد مراد ومتابعين أعماله ورسوماته المميزة اللي دائما يفاجئنا بها. صار موجود ويانا بالأستوديو، نرحب به. صباح الخير جواد. يا صباح النور، شلونك أسيل؟ تمام الحمد لله، شخبارك؟ تسلم يا رب. تعرفي ما عاد التقينا إلا ما ندر. إيه إلنا كم يوم ما ملتقين. ثقلان علي أنت. لا والله، لا شوف شو عم يصير، إنه حسب الشغل والوقت، فانت يعني الايام اللي بتواجد فيها ما بتكون حضرتك. انت شو وقت ما تيجي تشرف وتنور. ربي يسعدك. بعدين انا اتابعك سواء انا موجوده او مو موجوده. تستمعي من المعجبين يعني. على راسي. فامبارح كنت هون على فكره انت، وبنص الاكل يعني طلعنا بالخجله وانا عم بحكي عم تثبت البث وما عاد صار في خطا فني ولا اخره. كون انتقاله احنا ايه. على يعني ايه طبعا لا شك. على حلة جديدة وانتقالة جديدة، تحملنا ونتحملها الى ان تثبت. لا لا شك، يعني هي الفكرة انه بالعكس كانت لصالحي، فانا من امبارح لصالحي. اكيد يعني دائما اعتب عليك انه مو موجود باليوم اللي انا موجودة به. جواد شو اخبار الرسم اليوم؟ شو محاضرنا موضوع؟ لا هي حلاوة القصة، يعني دائما واحد يطلع بنص الكاسة المليانة، فانا من امبارح عم اشتغل على هالرسمه هي اللي هو شنو الموضوع. من امبارح بلشنا نحكي، خايف مره ثانيه يقطع البس. لا لا عن زواحف. الزواحف مو تبع الناشونال جيوغرافيك، لا زواحف تبع مجتمعاتنا يعني. الزواحف بالمصطلح العراقي المتعارف عليه حاليا. تمام. شوفي قديش هذا على فكره من مستجدات المصطلحات العراقيه. صحيح. يعني انا تفاجات به بيطلع عن العراق فتره ويرجع يلقى مصطلحات هيك هاي الشعبيه ما كل متداوله. طبعاً. شوفها غريبه. فالزواحف القصد من عنده المتملقين. تمام. هلا هن صنفين يعني حسب ما عم يتم استعماله. الصنف اللي هو بالسلك الاداري اللي بيتملق، بتعرف زاحف بمعنى انه كثير على مستوى العمل من حاله، وطبعا اللي بيكسر حاله كثير لي سيدي وتاج راسي مثل باب الحاره والى اخره، يعني تاثيرات الثقافيه البعض. في اللي للبنات يعني بقى على الفيسبوك اللي مستعد يذبح حاله مشان ياخذ بس على الفيسبوك. جواد الله يسامحك. لا هي هلك هي مقدمه، يعني بيذبح حاله على الفيسبوك مشان يصير يشوفها بالحياه. تمام. بس هاي مو من الطبيعي، انت يعني تصورها مو طبيعي. هلا طبيعي يكون هلا بكل الحياه، يعني حتى عند باقي الكائنات في استعراضات لحتى يجذب الواحد. زين شنو الفرق بين المجامله وبين الزواحف؟ يعني عاده من الاتيكيت او من انه الرجل يكون جنتلمان يسمع البنيه كلمتين حلوين. شنو الفرق بين ان تكون هاي مجامله وبين انه يكون تملق؟ هلا التملق لما انا يكون في عندي غايات من وراء مجاملتي. تمام. او يكون فعلا هي مو حقيقيه. تمام. يعني المجامله مو حقيقيه وانا عم زيد طبعا ما الله والله انت القمر والى اخره، يعني وراها مصلحه معينه. وطولك الفارع وهي بتكون 40 مثلا 140 سنتي الى اخره. وشو بسموه قدك الميال ويا عم. هي يعني انت قبل الزواج ما زحفت؟ لا شوفي انا كيف زحف، انت عم تحكي انه عن عم نحكي عن الانكسار اللي هذا اللي شخص بالعكس زيادة عن اللزوم. اي طبعا هي زيادة عن اللزوم كأنه يدل نفسه. هلا الحب لحاله بيخلي الواحد يعني يحكي كلام الحلو ويحكي كلام يضرب الحب شو بيزل. او بيكرم احيانا. تمام. فالفكرة انه لا عم نحكي عن الزيادة عن يعني هذا اللي شفت انت اكيد عندك مارة تجارب هذا، انت بتقولي له انا ما عاد بدي اياك مثلا على طول انه كافي خناقتنا حاجه اللي عندي بك، يعني خلاص روح، يعني ما عاد في ما عاد بدي اياك. تلاقي الا هو بده ان شاء الله بدي موت كرماله كذا. انه في حد يعني لها مصلحه وبالعمل لها مبرراتها اكيد. هاي بالعمل بقى هذا النفاق، هذا موضوع ثاني بقى. التملق والمسح الجوخ وبالحياه وبالحياه السياسيه والى اخره، هي على فكره مصيبه اسيل. طبعا يتخطى حدود العمل، يعني تلاقي مثلا تلاقي حدا انه قاعد عم يهتف لسي من المسؤولين. تمام. لما بيسقط كمان بيهتف، يعني ما هو قديش هذا الشخص مباشره بس يتغير. يتغير اللي قاعد على هذا الكرسي يصير راسا من الموالين. صحيح. هلا هذا الشيء شفناه بالاعلام المصري بشكل واضح كثير لما ايه صح تلاقي شخص نفسه نفس الموضوع
ضده معه بعدين بصير ضده حسب التغيرات السياسية تمام. هذا الشيء كثير يعني ما بيخجل من حاله هذا يعني. طيب جواد ليش تشبهه بالزواحف؟ ما هو من كثر ما يعني من بطح يعني تمام. فالزواحف اللي هي مثلا السحابي كون انه يعني على مستوى واطي من الارض تمام من الارض مشان صواريخ يعني على علوم منخفض بيروح فبيسحب في اتجاه هدفه. اليوم موضوع يعني امبارح واليوم موضوعي هو عن استفزك شيء انت موقف بهذا الموضوع الزواحف بالحياه كثير بيمرق بالواحد اشخاص طبعا هي في هذا الشخص اللي بتشوفه كيف بيتملق لمديرك بشكل بشع يعني تمام انه عادي لازم احترم مدراءه بالشغل لازم يكون في احترام احترام شيء مجامله شيء بس الاحترام التملق والمذله والتذلل ايه؟ هذا شيء اخر نحكي عن 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 الاحترام اللي هو لازم فعلا حدا مثلا اكفأ مني حدا بالتسلسل الوظيفي واعلى مني لازم يكون في احترام اكيد ولكن التملق لما حدا يعني في انت بتعرف شو عن تملق سيد بتعرف انه شو يعني انه واحد زياده عن اللزوم مبين يعني حدا عم قدامك عم يكذب على انه الله الجراف انت لابسه يعني ما صارت مثله ولا يا استاذ شو هال ما يعني هالكرسي اللي انت قاعد عليه فظيع يعني انت ما تعرف التفاصيل هي فكرتك رائعه يعني بتعني فكره تكون سخيفه بشكل يعني يعني انت اذا احد جاملك او قال لك هالكلمتين هذه ورسماتك حلوه وتخبط تمام بتعرف زياده عن هيك انه انت تستحقها لو انه هذا تملق بتمنى تستحقها يعني بتمنى انه يكون استحقها وانا الغرور انا ضده تماما يعني بعيدا اذا ماكو مصلحه تربط الشخص بهذا اللي دا يحكي وياه معناته هذا الكلام ممكن يكون على صعيد المجامله او ممكن يكون حتى صح يستاهله يستحقه اي طبعا اي يعني مثلا في انت اذا شفت فيروز ما حكيت لي صوتك حلو مثلا يعني تعالي والله تقولي انا ما راح اتبلغ لا فيروز يعني قد ما عظمتي فيها هي عظيمه مثلا عم نحكي تمام او تقولي مثلا فلان من الشباب الموهوبين اللي عم لا شك يعني بس اتصور اني هاي الاشياء صارت مثل كانه من ضروريات الحياه اللي هو التملق تقريبا صار هالشكل يعني صار الشخص الجدي ايه؟ واللي ماشي يعني جد وينطي ما يحكي حكايه زايده صار يعني يسمى انه هذا دمه ثقيل شايف نفسه مغرور غير مجامل شوفي الحياه ليش نحن عم نشوف انه هلا في كثير هالقصه لانه في كثير من الناس الغير مناسبين في باماكن اداريه طبعا وما اكثرهم فهدول الاشخاص فارغين محتاجين لهالكلام هذا محتاجين للمتملقين مشان يحسوا بوجودهم تمام ما عندهم انجاز غير كلام المتملقين حواليهم تمام لهيك بنشوف مثلا فلان مثلا وزير فلان على المستوى السياسي فلان احيانا بيكون على المستوى الرئيس بلاقي هذا اللي يقول انت يعني انت فرعون العصر مثلا ويمكن حتى يغشوه للشخص يعني هو يكون مقتنع انه فعلا انه هو هذا الانطباع اللي ناطيه للاخرين هذا بمرحله لاحقه الشخص بيفكر حاله فعلا انه هيك بيقول له حاله يعني بيقول له ليش بيقول له فرعون مين فرعنك يعني مين خلاك فرعون ما لقيت مين يصدني يعني ما لقيت حدا اللي انت وقف يعني عندما مثلا بالتراث العربي كثير مثلا مر يعني مر انه والله فلان مثلا بيكون والي او مثلا مسؤول عن مكان ما بتلاقيه بيكون عنده موظف حدا بيقول له بس اذا انا اخطات هزني يعني على فكره جواد موضوع انه انت ذكرت انه يكون والي او كذا ارجع واقول لك هذا الموضوع ترى مو جديد على الثقافه العربيه هذا يعني من طبعا متجذر فينا نتيجة والدليل الشعراء القدامى يعني دائما من يجي مثلا ملك جديد أو كذا يبدأون بقصائد المديح والقصد من عندها أنه ينعم عليهم مثلا بمبلغ معين أو بمكانة معينة وكبار الشعراء عندهم قصائد مديح للكثير من الملوك طبعا هلأ في شعراء البلاط اللي هن البلاط معروفين هاي مهنتهم يعني تمام مهنتهم أنه يقولوا قصائد شعر مدحا بالخليفة بالأصدقاء أو يعني فالفكرة أنه فالزواحف كانوا موجودين طبعاً منذ الأزل كان ديناصورات بعدين صاروا زواحف تعرف هالشيء تخلصوا أسيل هالقصة كتير يعني مترسخة عنا نتيجة أنه هي فكرة قديمة أنه هذا اللي حطه فالله حطه تمام يعني من الله فبالتالي لازم يتم تقديسه وتأليه ولا شوف أنت مثلا حدنا عم يتفرج بالتلفزيون بتلاقي عمدة لندن أكيد هو أهم من يمكن من ثلاثة أرباع رؤسائنا تمام
بيروح بيجي. هو هذا هذا الموضوع اكثر شيء موجود بالشرق الاوسط يعني بالدول العربيه دائما. ما في كفاءه ولا اوروبا هذا الموضوع يعني ما موجود. حتى موضوع انه الواحد يتغزل بوحده او كذا هذا نادر في جدا في من النوادر ان يحدث في امراض. يعني نحن عم نحكي عن نحن نتيجه كبت طويل عريض، نحن عندنا يعني مشاكل اجتماعية توصل لحد الانفصام الشخصية، بتلاقينا نحن جوات البيت شيء برات البيت شيء تاني. يعني هذا نفس الزاحف اللي بيكون قاتل حاله مشان مسج على الفيسبوك للبنت لما بيخطبها بتجوزها بيهملها بعد شهرين يعني. أي للأسف وتكون هي مخدوعة بهالقصائد الحب والغزل اللي كان يقول لها يا قبل. ففشي لازم أي حدا فينا يعرف الواقع. يعني أنت مثلا أنت مذيعة، أنت شخصية عامة تمام، بتشوفي اللي بيقول لك انت فظيعة، بتشوفي كمان اللي بينتقدك. هلا الانتقاد لما بتعرفي مو جارح، هذا شيء بناء طبعا. كمان الانتقادي هو شو الانتقاد؟ مو شرط انه انا اقول السلبيات. الانتقاد اللي انه انت بفلان مكان قدمتي هالفقره بشكل جيد بشكل حلو، كان بشكل ابداعي تمام. فواحد بيعرف شو الحدود يعني بالضبط. وبالمناسبه انت كنت عم تسالين اذا حدا عم يقول لك بصراحه، اول ما يقول رسمك حلو الى اخره، بعد الجمله الثانيه ببلش اخجل من حالي. انا يعني بحس انه خلاص يعني يلا كافي. حلو جواد، اخذ وقتك وبلش بالرسمه. انا من امبارح مبلش فيها فكره من امبارح الله من اخر خبر الحشرات. وكان جواد ايضا عنده موضوع اليوم، موضوع رسمته عن الزواحف. قبل ما نتشكرك او نودعك، خليش موجوده تشاركينا بهذا الموضوع بما شنو علاقة الأنثى بالزواحف؟ لا الزواحف هذا المصطلح ما كل هسه موضوع الزواحف اللي يزحفون والكذا والهاي، بس حنشوف كيف خلصت الرسمة. وضحوا لي هسه نشوف الرسمة إذا تكون جاهزة. الرسمة جاهزة طبعا، جاهزة من امبارح. فاليوم شوفي نشوفها، تاخذها الكاميرا خلينا نشوفها وتوضح الصوره زي ما نشوف فيها هسه. اكيد حتفتهمين شنو الموضوع. ما في علاقه مباشره بين زواحف والاناث الجميلات يعني. زمن هو القصد منها انه الزواحف المتملقين وقسمناهم الى اثنين، متملقين على مجال العمل والمتملقين للانثى. يعني بظواهر خلينا نقول التحرش والفضوليه ومن هذا الباب زاحف يقولون عليه هذا الشخص يعني حلوه اكيد التسميه رنانه. جواد حلوه جدا وعاشت ايدك. عاشت ايدك كالعاده، جواد مبدع طبعا دائما يفاجئنا. لا مو قدامه صحيح اكيد صحيح. مو بنخاف نحكي له يقول تزحفولي لان هذا حكي زايد عن اللزوم. جواد تسلم وعاشت ايدك وشكرا لحضورك ويانا. اكيد شرفتنا.